اليوم عن محمد المديوري، الحارس الشخصي للملك الراحل، الابن الشرعي لانقلاب الصخيرات. شعر أسود كثيف تتخلله شرارات مشتعلة من الشيب، قامة طويلة مثل العود سندياً. رغم الملامح القاسية، فإن ابتسامته لم تكن تضل طريقها لتفرج أسارير الوجه ذي السمرة البهجوية. هكذا تبدو ملامح الرجل الذي ظل حارسا شخصيا للملك الراحل الحسن الثاني لحوالي 28 سنة. في يوليوز 1971 جاء به إلى إدارة الأمن الخاص للقصر الملكي، وفي يوليوز عام 1999 لحظة رحيل الحسن الثاني ارتسمت إمارات نهايته على رأس الحراسة الخاصة بالملك. لم يكن محمد المديوري يعرف من حيث التوقيت فقط أن بلاغا لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة يوم 22 من يونيو عام 2000 سيعفيه من مهامه كمدير للأمن الخاص للملك محمد السادس، ويضع حدا لمسار طويل من العمل في ردهات القصر الملكي. كان بحاجة ماسة إلى بعض دروس التاريخ والقليل من حكمة فولتير ليحدث أن السلطة تأكل أبناءها. ورغم سقوط ظله يوم حادثة إزالة إدريس البصري، فإنه ظل منخدعا بأطياف امتداد سلطته في شرايين الدولة، وإن بمظلات وردية اللون من حريم القصر. ينتمي محمد المديوري إلى قبيلة أي تيمور من أحواز مراكش، وتسمى أيضا إمورا، وهي قبيلة أمازيغية اشتهرت بتهديدها المستمر للقوافل التجارية الرابطة بين مراكش وفاس، ورحل جزء كبير منها إلى ضواحي تحناوت. تدرج في أسلاك الأمن الوطني حتى أصبح عميدا مركزيا لأمن الجديدة في النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي. في ذات الوقت كان يلعب ضمن صفوف فريق ورشاقة بنيته الجسدية إلى الانتقال إلى إدارة الأمن الوطني بمراكش، حيث ظل محافظا على شغفه بلعبة الهواء المستديرة، حيث أشرف على تدريب فريق النجم الرياضي المراكشي من سنة 1969 إلى 1971، وتلك حكاية أخرى. في جحيم يوم الانقلاب الفاشل الذي شهدته ساحة القصر الملكي بالصخيرات في يوليوز عام 1971، حيث كان الرصاص يلعلع في كل مكان، اختبأ الحارس الشخصي للملك الراحل بودريس ميرس المكلف بحراسة الملك تحت دافع غريزة حماية حياته الخاصة، اختبأ في سطل قمامة، فاستغنى عنه الحسن الثاني بعبارة أضحكت بعض جلسائه قائلا: هذا الرجل اختبأ في سطل الزبل، فليكن مصيره مزبلة التاريخ. كان صديق الملك دومارشي رئيس المخابرات الفرنسية بدأ يشرف على إعادة هيكلة أجهزة الأمن والجيش الملكي، فنصح الراحل الحسن الثاني أن يكون حارسه الشخصي رياضيا يتقن الرماية وليس له ارتباطات سياسية وعلى قدر متوسط من التعليم. قدم الجنرال حسني بن سليمان شخصيتين، وقدم أحمد الدليمي ثلاثة أسماء كان ضمنها محمد المديوري الذي وافق عليه الملك الراحل. شغل محمد المديوري منصب مدير الأمن الخاص للراحل الحسن الثاني منذ بداية السبعينيات لمدة 28 سنة عدا ونقدا، وبحكم الحظوة الاستثنائية التي كانت لديه عند أهل القصر نمت حوله الكثير من الحكايات، بعضها يصل حد الأسطرة. فقد تحدث البعض عن فدائه للملك من خلال تعريض نفسه للإصابة برصاصة كادت تصيب الحسن الثاني، وحكى آخرون أنه تذوق طعاما دس فيه السم في منتصف التسعينيات للحسن الثاني الذي تكفل بأمر علاجه بفرنسا. كان معروفا ببراعته في مجال الرماية الذي لم يعد مرتبطا بالسلاح فقط، بل بإصابة كل الأهداف التي يضعها في قلب قرص بندقيته من الأمن إلى الرياضة، ومن السياسة إلى التجارة في عالم المال والأعمال. الذين عرفوا المديوري في الخمسينيات والستينيات يقولون إنه رجل عصامي في كل شيء، بدأ من لا شيء، سوى عشقه للرياضة وفنون الحرب ولياقته، وتحول إلى ظل أقوى ملك علوي عرفه المغرب بعد المولى إسماعيل، وجعل منصبه الحساس في تماس مع أسرار حارقة ومع شخصيات من العيار الثقيل، وهو ما غير مجرى حياته ليتحول إلى ثري عرف كيف يبني ثروته وأمجاده.
بلده. ومع وفرة الدولار الأخضر تحول نظر السيد المديوري إلى الخليج وأمرائه، إذ أن إدارة الأمن الملكي لم تكن تقتصر أدوارها على حماية أفراد الأسرة الملكية فحسب، وإنما كانت تقدم خدماتها إلى ملوك ورؤساء الخليج أو رؤساء دول إفريقية صديقة، بالإضافة إلى حماية شخصيات مرموقة وأخرى لها مناصب حساسة في مجال المال أو السياسة. ولعل هذا يفسر كيف أصبح عمر شقيق محمد المديوري مكلفا بالحراسة الشخصية للرئيس الغابوني السابق عمر بونغو. ولأنه كان الرجل القوي إلى جوار الملك الراحل، فقد ساعدته هذه الخدمات في تجذير نفوذه وتضخيم ثروته عن طريق الإكراميات التي كانت تصله بطريقة أو بأخرى، إذ مكنه نفوذه من فرض احترام وتقدير وزراء الحكومات المتعاقبة وكذلك عمال الأقاليم الذين كانوا لا يتأخرون في تنفيذ تعليماته وتقديم خدمات عديدة للحارس الشخصي للملك تقربا منه لنيل رضاه أو دفعا شر غضبه. ألم يكن عنيفا تجاه كل من لا يركع لسلطته؟ رجال أعمال كبار دفعهم إلى حافة الإفلاس، عمال مستقيمون كانوا يعملون بأنفة وجدوا أنفسهم أمام دسائس القصور التي لم يقووا على مواجهتها، فركعوا أو حولوا إلى الإدارة المركزية بسبب هوى الحاج المديوري في مكاتب غير مكيفة. إذا كانت حراسة مرمى فريق الجيش الملكي قد قادت اللعب حسني بن سليمان إلى أن يصبح أحد أقوى جنرالات المملكة، أن مجلة جون أفريك وصفته في أحد أعدادها بالرجل القادر على إصابة ذبابة على بعد 100 متر، فإن لعب كرة القدم في الدفاع الحسني الجديد والكوكب المراكشي الذي سيصبح سيده الأول قادت محمد المديوري إلى أن يصبح ظلا للحسن الثاني، ذلك الحارس الشخصي المتكتم والغامض والممتلئ مرحا برغم قسوته الظاهرة، والذي يحفظ له من كانوا تحت إمرته الكثير من الود بحكم طيبوبته وتعامله الإنساني والمرح برغم الملامح العابسة لوجه الحاج. كان الكثيرون يستغربون ثقة فائدة عن الحاجة لرجل من حجم الحسن الثاني في المديوري الذي نسجت حول دقته وحذره الزائد الكثير من الحكايات. هذه الدقة في الرماية عرف كيف ينقلها عبر مجالات متعددة، فقد أصاب الهدف أكثر من مرة، ليس أقلها حين أحس بعشق الحسن الثاني للرياضة التي تحولت إلى مجاله الحيوي، فقد أصبح رئيسا للجامعة الملكية لألعاب القوى بعد مومن لمدة 7 سنوات، وعمد إلى تأسيس الجامعة الملكية للتيكواندو التي تحمل مسؤوليتها منذ عام 81، وهو الذي نصب خلفه العميد الحاج محمد تمام عام 2004 ذات الجامعة، وشغل منصب المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي الذي تألق على عهده بشكل نسجت حوله الكثير من النكت، إذ لم يكن يسمح التدخل الأمني والرياضي لسفارة الحكم لتكون حرة طليقة، فسلطة الحاج كانت في أحايير سنتي 91 و92 بلقب الدوري الوطني وبكأس العرش 4 مرات وكأس الاتحاد الإفريقي عام 96. عرف المديوري بدهائه الاستثنائي وحنكته في الأمن والرياضة، مهمته كحارس خاص للملك الراحل تركت على ملامحه غير قليل من القسوة والصرامة، وهو الرجل البهجاوي صاحب نكتة ومرح. ابتسامته الدائمة وانفراج شفتيه أمام عدسة المصورين والرياضيين الذين لم يكن يتوانى الكثير منهم عن محاولة مصافحة الحاج وأحيانا تقبيل يده طمعا أو فزعا كثيرة أقوى من حنكة اللاعبين ومهارة أقدامهم، لا يمكن لأحد أن ينكر أن صعود نجم الكوكب المراكشي كان بسبب علو شمس الحاج المديوري الذي التفت قبل المدبرين الجدد للرياضة إلى أهمية المستشهرين والاستثمار الاقتصادي مع شركاء وازنين، وبفضله فاز الكوكب المراكشي. حرصه المنتقد في حركته ومشيته ومرحه الذي لا ينطلق من عقاله إلا مع الخلصاء من الأحبة والمقربين، أناقته التي كان يحرص عليها من خلال سيارة المصلحة التي كانت محملة بألبسته وتتبعه في تنقلاته، تمكن المرأة من التعرف عليه بسهولة حتى وهو يؤدي مناسك العمرة بلباس التحرير.
استطاع الرجل مدى نفوذه في مجالات الاستعلامات التي أصبحت تنافس الأجهزة القائمة، وتمكن الجهاز الذي كان يشرف عليه رجل ثقته الحاج تمتم منذ بداية الثمانينيات من اختفاء قبل أن تفوح رائحتها. فمنذ بداية الثمانينيات وبحكم خبرته الواسعة أنشأ شركات متعددة من الاتصال إلى السياحة ومن العقار إلى الأمن إلى الأمن الخاص. تبدو فيها شركة سيام وأكسس نت بمثابة العمود الفقري لمركب اقتصادي،